على الهاتف دكتور صلاح الحديدي استاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. يعني اللي انا فهمته كده يا دكتور ان الزلزال حصل في جزيره كريت واثر على تونس وليبيا. هو اثر علينا في مصر ازاي؟ هو حضرتك احنا برضه من ايام يعني الكلام جاي بعضه مع حضرتك تتكلم على السفير الهولندي، السفير الهولندي ده من ساعه ما ظهر على الساحه وهو عمل قلق وقلق وتوتر بشكل مش طبيعي، والناس يعني بتتاثر بكلامه رغم ان هو اثبت في كثير من الاحيان فشل الذريع في التنبؤ بالزلازل من ساعه ما بدا زلازل تركيا وسوريا زي ما حضرتك قلتي في شهر فبراير السنه اللي فاتت 2023. صحيح 2023 وتنبأ بيه مبدئيا، وبعدين بدا عيشنا قلق يوم 8 مارس هيحصل زلزال مدمر وهيأثر على مصر، في يوم 28/8 هيحصل الاسبوع ده هيحصل فيه زلازل كبيره جدا جدا جدا، وبعدين دخل في شهر مارس وشهر ابريل طول السنه عمال يعمل في اصدارات وكلام ما بيحصلش. طب هو الكلام اللي بيقوله ده يا دكتور صلاح مبني على حقائق علميه؟ يعني هو لما استند مثلا ان سنه 365 حصل الزلزال وان المنطقه دي منطقه يعني جاهزه لان حدوث زلازل، هل ده صحيح؟ ده مش جديد حضرتك، انا في برضه قبل كده اتكلمنا في البرنامج بتاع حضرتك ده وقلنا ان الزلازل بتاعت الزلازل نتيجه ان افريقيا كصفيحه افريقيه او صفيحه تكتونيه بتنبثر وبتخبط في الصفيحه الاوروبيه فيما يسمى بالقوس الهيليني اللي هو عند اليونان وعند قبرص والمنطقه اللي هي في وسط البحر المتوسط، نتيجه الارتطام ده بيحصل زلازل كبيره فعلا على طول. يعني لو حضرتك بتخش على المراكز المتخصصه في مجال الزلازل هتلاقي كل يوم بتسجل زلازل في كل وقت من المنطقه اللي هي القوس الهيليني اللي هو في وسط البحر المتوسط اللي بيمر عند اليونان. طب خليني اعرف ايه اللي حصل النهارده يا دكتور صلاح او حصل امبارح، ايه اللي حصل في بورسعيد مثلا؟ ليه طلعنا تنبيهات بغلق الشواطئ؟ ايه اللي حصل؟ دي اجراءات احترازيه بتتخذها الدوله حفاظا على ارواح الناس. كويس. الناس في خلط كبير جدا دلوقتي بين زلازل التسونامي او زلازل اللي بتحصل في البحر نتيجه سقوط زلازل، وناس بتتكلم على ان ارتفاع منسوب المياه بيجي بيعلى كتير جدا وبيعمل تآكل في البحار وشواطئ البحريه، وده بيأثر على المدن وبيأثر على المدن اللي هي الساحليه بشكل كبير، اسكندريه وبورسعيد والحاجات دي كلها. النهارده الدوله لما بتاخد اجراءات دي كاجراءات احترازيه بناء على معطيات محدده بكل جهه مسؤوله عنها، يعني احنا بنتكلم على المدخلين هيئه الارصاد الجويه في الزلازل واللي بيحصل في التسونامي والموجات اللي بتحصل في البحر نتيجه المد والجلد، ومعهد علوم البحار اللي هو متخصص في تآكل الشواطئ نتيجه ارتفاع منسوب الميه وتآكل الشواطئ، الدوله بتعمل كل هذا الكلام، احنا عايزين الناس تاخد المعلومه من المصدر المتخصص في هذا المجال. طب يا دكتور صلاح هو حصل انحسار للميه في بورسعيد مثلا بشكل كبير زي ما الناس بتتكلم او بيتم التداول ولا ما حصلش؟ لا هو بيحصل نتيجه انتفاع الميه زي ما قلت لحضرتك، يعني هو الزلزال بيحصل امتى؟ الزلزال عشان يحصل للموجات التسونامي اللي بتحصل كبيره جدا بيحصل في المحيطات المفتوحه الكبيره سواء بحار كبيره او محيطات زي البحر الابيض المتوسط، وبيكون يحصل زلزال كبير اكبر من 7 يتعدى 7 يعني، بحيث لما يحصل كسر في نتيجه صدع في البحر الميه بتندفع بسرعه كبيره جدا 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 بسرعه الطياره قد تصل ل 800 كيلومتر في الساعه وبارتفاع عالي جدا، فبتطلع وتهجم على الشواطئ وتنحصر تاني زي ما يكون احنا في البحر في المصايف تلاقي الموجه تجيلك وترجع. تاخد مده قد ايه يا دكتور صلاح العمليه دي؟ بتاخد مده العمليه بتاخد لا هي بتبقى فتره طويله بتحصل في باطن الارض انت ما تحسيهاش، ولكن هو كله ثواني معدوده بتحصل الموضوع ده. لا انا بتكلم يعني على تاثيره على البحار، يعني الناس اللي يعني احنا دلوقتي في محافظات مثلا قالت ان احنا هنغلق الشواطئ لفتره زمنيه، تاثيرها على البحر والناس اللي بتنزل البحر وخصوصا ان احنا في فصل الصيف، تاثيرها كبير ولا هي النهارده ما يعتبرش ان التاثير كبير؟ لا تاثيرها مش كبير ولا حاجه، يعني هو حضرتك برضه الهولندي بيقول لك في 1603 حصل برضه زلزال كبير وحصل الميه طلعت على البحر وانحصر الثاني، الناس فكروا ان الموجه خلصت، السمك كله طلع على الشط، الناس كلها نزلت تجمع السمك
النوبه الثانيه جت لطشتها وراحت مغرقه ناس كتير جدا. اوكي. ودي انت بتحسيها وانت قاعده على البلاش او على الشط في اي وقت تلاقي الموجه تروح جاي واخداكي ضربات وترجعك سحبت للميه ثاني. بالظبط. فهي بتروح وتيجي دي موجة يعني فرق بين موجات المد والجذب اللي تحصل نتيجه لتغيرات جويه تبع هيئه الاقصاد الجويه هي اللي بتحدد الحاجات دي. طب الناس تطمن يا دكتور صلاح، يعني الناس تطمن دلوقتي ان خلاص المساله مش كبيره زي ما احنا متخيلين ومفيش. الناس تطمن بس بحذر. بحذر. دايما نقول كده. يعني تمام. احنا بنقول اجراءات احترازيه الدوله بتقولها بناء على جهات علميه متخصصه في رصد، احنا عندنا كاميرات بتصور. صحيح. يعني هيئه الارصاد الجويه او معاهد علوم البحار بتصور الموجه وهي جايه من بعيد وبتحدد سرعتها، وبالتالي المعلومات دي بتبقى عندنا قبلها يا دكتور صلاح؟ يعني احنا مثلا قبلها بثلاث اربع ايام باسبوع عارفين ان في حاجه هتحصل زي كده، ولا دي بتبقى مفاجاه؟ لان لما بيرصدوها وهي جايه من بعد. تمام. انا بشكر حضرتك جدا دكتور صلاح الحديد استاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم. في صاله التحرير قلنا ناخد حضراتكم كده